دخل مولانا أمير المؤمنين إلى المسجد فرأى عبد الرحمن بن ملجم نائما على وجهه، قال: قم يا هذا، لقد هممت بشيء يكدن السماوات يتفطرن منه. صعد مولانا أمير المؤمنين على المئذنة، اسمع الرواية، يقول الإمام الصادق: وكان علي إذا أذن تضطرب حيطان المسجد. أذن أمير المؤمنين: الله أكبر. زينب، زينب سلام الله عليها، تسمع اليوم علي يأذن، ليش؟ إيش صاير؟ يتودع من الصلاة ومن الأذان ومن المسجد. شو تقول زينب؟ تقول: أذان أذان أدام الله أذانه، التكبير التكبير حلو في لسانه، يا رب لا تقطع من الوالي رجانه. انحدر أمير المؤمنين سلام الله عليه. من الآن العبارات والله ليست لكم، هي للإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه. سيدنا نقسم عليك بأمك الزهراء، نظرة نظرة الليلة إلى المجلس. ها مولانا وقف في محراب الصلاة، كبر للصلاة، وكان عبد الرحمن بن ملجم المرادي يقترب إلى الإسطوانة التي كان أمير المؤمنين يقف عندها في المحراب. أرباب العزاء، لما هوى مولانا إلى سجوده هز اللعين سيفه فضربه الضربة الأولى فأخطأه، رفع السيف مرة أخرى يا شيعة أمير المؤمنين، وضربه على رأسه برفيع الصوت: وعليا نادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى. تقول الرواية: لما نادى جبرائيل هذا النداء اصطفقت حيطان المسجد الشريف، وجاءت غبرة غيمة سوداء. ويلي زينب، زينب شو تقول؟ تقول: جنت غافية وبلذة النوم، جنت غافية وبلذة النوم، لأن المنادي يصيح كلثوم. شو الخبر؟ أبوك انطبر والسيف مسموم. صلى الإمام الحسن صلاة خفيفة بالمسلمين، ها، ثم حمل. يعز عليكم أقول هالكلمة، صدق واعتقد هذه الكلمة، مثل ما أقول الحسين سقط من الجواد أقول هالكلمة، ها. ثم أن أمير المؤمنين حمل على أكتاف الرجال، رحم الله من نادى وعلي. لكن مولانا أمير المؤمنين لما وصل إلى قريب المنزل وكان ينزف بالدم غريق في دمه، قال: ولدي أبا محمد، ولدي أبا عبد الله، أنزلوني أمشي على قدمي. قالوا: ليش يا أمير المؤمنين، أنت ضعيف من النزف؟ قال: إني أرى ما لا ترون. وماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه أختكم زينب. شلون زينب تشوفني بهالحال؟ ينصدع قلبها. أما زينب واقفة شو تقول؟ صدت صدت وصاحت: يا المجبلي، هل شايلين وياكم منين؟
أسمع حضل وصياح صوبين أخاف انذبح عودي طيبين. قالها الحسن يا مخدرة سيد الكونين أبونا انطبر والراس نصين. وضعوا أمير المؤمنين على فراشه. آخر مشاهد وأسألك الدعاء قبل الإحياء. هذه مصيبة أريدك تعطي حقها. أمير المؤمنين على فراش المرض يغمى عليه ساعة ويفيق. فتح أمير المؤمنين عينه وإذا برأسه في حجر ولده الحسين. من هذا الذي أخذ بحجري ولدي حسين؟ قال فداؤك ولدك الحسين. فتح عينه وشاف حسين يمه. ايش حالات الدمع علوية حسينية تصيح وعليا وحسينة. فتح عينه وشاف حسين يمه يا ويلي ومزج دمعه بدمه. شو يقول لعلي؟ يقول له يا ابو يا ويلي يا ويلي جرح واحد تشده يا ابو اليمه تشد جرح واحد بيك شلون لو جسمك تخذم. من يشوف جسمي يتخذم؟ ذيك اللي خفت عليها تشوفك وانت محمول على اكتاف الرجال. زينب شافت الحسين تحت حوافر خيل بني أمية وصاحت تعنيت للمعركة بهمة ودور يا عم على ابو اليمة اثار الشمر موج في عم. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الانجاز اولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانية والتفوق ثالثة.